نحن في برنامج تأهيل الشباب وفرص العمل بهدفه توفير فرص العمل المناسبة للشباب والشابات حسب خبراتهم وكفاءاتهم واحتياج الإدارة إليهم. بلغ عدد المسجلين لدينا 1300 شخص، تم توظيف المئات منهم. بعد ما تحررت منطقتنا من داعش دخلت المعهد العلمي للتدريب والتأهيل للمصالح الحكومية. كان الدور الأكبر هو المجلس الرقم المدني. من خلال المعهد تعلمنا الحياة الاجتماعية والمشاركة والمساواة وتوفير فرص العمل. كانت مدة الدورة هي 50 يوم منحونا من خلالها شهادة، وأنا الآن أعمل في ديوان مجلس الحكومية. اكتسبت مهارات ودروس فكرية وعلمية من خلال المهارات، اكتسبت المجال الإعلام، ويعود الفضل للمجلس الرقة المدني اللي أدرك أهمية وفئة الشباب بالمجتمع لإثبات وجودهم.